لي بقى يا بنات احكوا لي، الحياه وسط 34 اخت دي اكيد مسليه جدا، انا لازم اجي اقعد يوم معاكم. احكوا لي يلا يا سحر. يعني كلميني عن بابا وماما، صعبين سهلين، قواعد البيت، المرواح، بنكلموكوا على طول، ايه الوضع؟ يعني مثلا لو كنا مثلا خارجين حتى في درس، رايحين نخرج مع اصحابنا بتاع، بابا اللي هو ايه، سحر هتروحي في ايه، مواصلات، اوبر، مين هيوصلك، طب هتخرجي هترجعي الساعه كام، اول ما اخرج من البيت سحر ها وصلتي، عملتي ايه، هترجعي الساعه كام، بابا انا لسه خارجه، طب هترجعوا امتى، مش عارفه ايه. فعلى طول كده. معاك تليفونات 34 بنت؟ طبعا بتتابع 34، ما بتتلخبطش؟ حضرتك اتلخبط في ايه؟ دي حياتي، دي شغلتي. انت سبت شغلك، قفلت مكتبك. انا سبت شغلي طبعا، ده من شبت، ده من بعد، هي قعدت لوحدها 3 شهور بس مع العيال، قعدت 3 شهور مع العيال، قمت قافل شركتي في ان انت كنت واخد توكيل مهم. والله توكيل مهم والكل يعلم، يعني مش عارفين يعني. قلت، قالت لي هتقفل عندك، قلت لها طبعا نقفل عندي، وقمت مستغني ورحت بقر الشركه واستاذنتهم ان احنا نفسخ العقود ونخلص وننتهي، وكان مشروع ما شاء الله عظيم جدا. كان معاك مشروع توكيل فورجيه. فطبعا هي قعدت اقنعتني، قالت لي لا ده مشروع مع ربنا، احنا عايزين فلوس نعمل بها ايه، احنا يعني لها كلام كده يداعب القلب بالقبول. الله الله، يخليك الله. تمضي وانت متخدره. متخدره. بنات انتوا في مدرسه واحده؟ انتوا في ثانويه عامه السنه دي. ربنا معاكم. قولوا لي بقى، لو واحده فيكم واحده سخافت عليها ولا ضايقتها، احكوا لي بقى بتعملوا ايه؟ انتوا كتله بقى، انتوا عصبه كده مش كده ولا يا فاطمه؟ يعني لو واحده ضايقتك او ضايقت سحر او ضايقت ياسمين او اي واحده من البنات. لا طبعا كلنا بنبقى واقفين معاها وبنبقى بنتخانق وبنبقى واقفين في صفها. يعني بابا بيقول ان انت بقى الخزنه وانت السكرتيره وانت كذا، انت بقى بتمشي واخده بالك من مواعيد الدواء، مواعيد مواعيد كل حاجه. ما بتنسيش حاجه. لا ما بنساش حاجه. وماسكه مفاتيح برضه، مفاتيح الاوض، مفاتيح، لا لها كلمه في ال، واخواتها بيسمعوا كلامها. الليدر بتاع اخواتها بيسمعوا كلامها. يعني اخواتها في المبنى بيسمعوا كلامها. لو واحده اتاخرت مثلا تعملي ايه؟ بتفتح لها من وراي. خش يا بدل ما نزعق لكم. ياسمين قولي لي بقى، انت نفسك في ايه؟ نفسك تعمل، نفسك تخش جامعه ايه؟ او ان شاء الله عايزه اخش طب، كليه طب، واحقق حلمي. هو حلمي، حلم ماما قبل ما هو حلمي كمان. يعني انا نفسي تيجي كده وتوقفني على باب الجامعه اول يوم وتعملي باي. هو ده اللي بقوله له، بقول لهم نفسي اقف قدام باب الجامعه وانتوا داخلين واقعد. ان شاء الله. المذاكره بقى، ماما واقفه على دماغكم في المذاكره؟ لا يعني بالنسبه لي انا لا، الصراحه هي يعني عندها ثقه شويه، اللي هو اوكي انتوا عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، واشتغلوا على قد ما تقدروا والباقي كده كده على ربنا. فاطمه بقى وسحر. لا هي ماما اصلا عارفه اللي هو ايه، انا اصلا من النوع اللي هو في حته المذاكره انا على طول بتوتر، واللي هو المذاكره دي حاجه بالنسبه لي كبيره قوي وبتاع. فماما اللي هو ايه مش بتقعد تزن عليا او كده، عشان هي عارفه كده كده هعمل عليا بزياده، عشان انا عايزه ادخل حاجه معينه، او فاللي هو انا واثقه فيكي ومبزنش عليكي عشان انا عارفاكي وعارفه انت هتدخلي ايه بالظبط. فاللي هو لا، العقاب بقى اخباره ايه؟ يعني ايه اقصى عقاب ماما او بابا عملوه لكم؟ انا بجد اقصى عقاب بالنسبه لي مشكله، يعني بصراحه بتزعق اكيد. والشبشب، احنا بوظنا الشبشب. الشبشب ده لازم اسلحه البيضة بتاعت البيت. بس ما بعرف يعني، هم بقوا خلاص يعني عارفه زي الجون بتاع الكره، يعني هم عرفوا اتجاه الشبشب بيبقى فين، بيروحوا الحته الثانيه على طول. نفسي مره يجي في واحده فيهم. العقاب اشد عقاب كان ايه؟ الخصام. فعلا. يا لهوي، ماما صعبه في الخصام جدا، قوي قوي قوي. صمت عقابي بقى. قد ايه مخصماكي؟ صمت عقابي. لا صمت عقابي، شفت بقى ليك ازاي؟ ماما بتقدر تخصم بصراحه يعني، انما انا ممكن ازعق تزعيقتين بعد دقيقه هم يقولوا لي بقى، يردوا هم في الحته دي. هم غير بعض خالص في النقطه دي. بعد دقيقه ماما ممكن تقعد اللي هو ايه، انت بالاسابيع ممكن ما تتكلمش، واقعد معاها ولا كانك قاعده، انت قاعده لوحدك. بابا ممكن يزعق ويقعد يزعق ويشتم ومش عارفه ايه، وفي الاخر معلش خلاص كده.